എല്ലാ
പിതാവിത ഹസനത്തുമുള്ളാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. സഹായവും പടച്ചറബ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കും. ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هدية منا إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات ساداتنا البصريين والنهديين والهنينين والتبوكين وبقية صحابة رضي الله عن كل واحد منهم أجمعين وإلى حضرة الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة أبي الحسن الشاذلي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة خاتم معين الدين دشتي الأزميري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة فقير ولي الله قدس الله سره العزيز وإلى حضرة أهل الخير والطاعة كلهم أجمعين اللهم احفظ علينا من فيوضاتهم واحمينا بهماياتهم وانصرنا بنصرهم وامدنا بإمداداتهم الخفية يا رب العالمين اللهم بحقوقهم وبجاههم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين اللهم احسن عواقبنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انزل النعمة والبركة والراحة والسلامة والطمأنينة والمنفعة والحسن في أمورنا هذا اللهم ربنا أهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا سائس من